الكره عند اللاعب علي عبد الله، وما زال يحاول فيها، بل هو احمد ماهر الى مفيد جمال، تسديده من مسافه بعيده لكن الكره الى خارج الملعب. حلو 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 هذا التناقل الكرات، ولكن بعد ذلك الكره تعود تصل وتسديده حاضره، لكن تسديده حارب السعدي تصل عند حارس مرمى المنتخب اليمني وهو الحارس سالم جمال. نعم لاعب الوحده اليمني، تعود هذه الكره انه قريب جدا من لاعب المنتخب المصري، لكن سنتحدث عن ذلك بعد هذه التسديده. لكن الكره الى خارج الملعب، تسديده ماضيه على العارضه يا صلاح اليحيائي، والكره تحولت وذهبت الى خارج الملعب. نعم احمد كانوا لديه 169 مباراه دوليه، وياتي اللاعب احمد حسن اللاعب المصري ب 184 مباراه دوليه فدلاء. نعم احمد مبارك كان يجلس في دكه البدلاء ب 34 سنه، لكن هنا لدينا فرصه. محسن يحاول في هذه الكره، كره خطيره خطيره خطيره، حذاري، لكن الابعاد اتى من قبل محمد المسلمي، وبعد ذلك الكره تحولت الى ضربه ركنيه للمنتخب اليمني. كره ماضيه نعم كانت خطيره بالنسبه للمنتخب اليمني، والذي مر فيها اللاعب محسن محمد، لكن بعد ذلك الكره الى ضربه ركنيه، ثاني ضربه ركنيه في المباراه الاولى واصلة عند مفيد جمال. ما زالت المحاولة، مر مفيد، كرة خطيرة المنتخب اليمني، لكنها إلى خارج الملعب. على تنفيذ هذه الكرة، هل ستكون مباشرة إلى المرمى أم تكون عرضية؟ الكرة ملعوبة لكنها تصل إلى أحضان حارس المرمى سالم جمال. وصلت البين من البرازيل، ثلاث مدربين من ألمانيا، مدربين وطنيين فقط رشيد جابر وحمد العزاني، لكن هنا لدينا فرصة ومحاولة خطيرة قد تكون حاضرة لمحسن، ولكن برافو لمحمد المسلمي، والكرة تذهب إلى ضربة ركنية للمنتخب اليمني. هذه تعود هذه الكرة تصل عند علي البوسعيدي، تسديدة من مسافة بعيدة والكرة إلى خارج الملعب. الكرة في 97، المرة الثانية في 99، المرة الثالثة كانت في عام 2012 حتى عام 2013، والآن هو في عام 2019 في المرة الرابعة. لتأتي الصافرة الآن من حكم المباراة عبد الله المري، معلنا نهاية الشوط الأول بتعادل منتخبنا الوطني والمنتخب اليمني بنتيجة 0-0 ما بين الفريقين. شوط حتى 2009، وهنا لدينا فرصة خطيرة للمنتخب اليمني، فرصة خطيرة، نعم خطيرة خطيرة خطيرة، لكن برافو برافو لفايز الرشيدي، كرة ماضية خطيرة، نعم كرة ماضية خطيرة جدا من عبد، أنقذ مرمى منتخبنا الوطني من الهدف الأول المحقق، والكرة إلى ضربة ركنية للمنتخب اليمني. نعم اليمن الآن تحاول، مبارك كانو، ما زالت الكرة مستمرة عند الكابيتانو. يا السلام يا السلام، هذه كرة خطيرة لكنها تبقى لهجمة مرتدة عند محسن محمد، بعد ذلك إلى عبد الواسع المطري، والكرة ستكون خطيرة لكن عودة سريعة للاعبي المنتخب الوطني، وما زالت الكرة مستمرة، تسديدة لكن الكرة إلى خارج الخشبات الثلاث على حول الله تعالى في الدوحة. وهنا لدينا علي البوسعيدي في المحاولة وفي الفرصة، والكرة ما زالت مستمرة، تسديدة، الله، لكنها تضيع الكرة تتحول بعد ذلك، ما زالت الكرة عند سعد سهيل، مرور رائع بعد ذلك إلى رائد، إلى سعد سهيل، هذه خطيرة، هدف أول، لكن الكرة تمر، واليحيائي والتسديدة وعلى دفعتين، وبعد ذلك تبعد الكرة الماضية، تحولت وذهبت إلى ضربة ركنية بعد التسديدة صلاح اليحيائي، والكرة إلى ضربة ركنية لمنتخبنا الوطني. الآن منتخبنا الوطني أمام فرصة من أجل التسديد، سيكون حاضرا الآن في تنفيذ الضربة الركنية. الكرة الآن عند سعد سهيل، ملعوبة الكرة، مرسولة الرأسية، الله يا كانو، أحمد مبارك كانو، جول لمنتخبنا الوطني، يباك ومنتخبنا الوطني يسجل الهدف الأول، غاب المهاجمون فظهر القائد أحمد مبارك كانو ليضيف ويسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. إذا هدف مقابل لا شيء، نعم أتى الفرج.